وليد المفروض ان هو بيقوم بالاتصال بعملاء بعض البنوك وبيخبرهم ان هو احد موظفي البنوك وهيقوم بزيادة الحد الائتماني الخاص بيهم ويطلب منهم بعض البيانات الخاصة بكروتهم الائتمانية. بينساق العميل ليه في اتصاله التليفوني ويبدأ بإعطائه بيانات الكارت كاملة، الرقم والاسم وتاريخ الانتهاء والثلاث أرقام الصغيرة الموجودة على ظهر الكارت، بوعد من وليد لهذا الشخص انه سوف يتم زيادة حد الائتمان الخاص بيه. بيستعمل وليد البيانات اللي اتحصل بيها من المواطنين في الدخول على مواقع شركات الاتصالات على الانترنت ودفع فواتير التليفونات المحمولة وشحن الأرصدة وإعادة بيعها مرة أخرى. ده أسلوب احتيالي بنحذر بيه المواطنين من إن هم ينساقوا لأي حد يديهم أي بيانات أو يطلب منهم أي بيانات خاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بيهم.